وقف قلبه للمريض. ايه معناتها شغلوه؟ عبد الحي قوم. لك شو هو ماكينة ميماتي؟ قلبه وقف انتهينا. معناتها ركبوا له واحد تاني اخي ما في قلب؟ الله يرحمك يا عبد الحي. اذا وقف قلبه زرعوا له قلب. في برا قلوب كتير ما لها لازمة. منين بدنا نجيب قلب هلا؟ شلون بتقبل انه اخوك يموت؟ ها؟ قلي بيسمك قلب؟ خد طالع قلبي وخده. ما بصير قلبه لهذا لعبد الحي؟ ها؟ ميماتي قلي ما بصير؟ خد قلب هاد واعمله اللازم مشان يعيش اخي. يعني انتهاك اللي